ألف سرزة وسرزة معي أنا لقمان دير. هكذا حدثنا هردبشت. هلا مرحبا دكتور، آسفة لأنه رجعنا لعندك، بس بصراحة الشغلة هي جديدة علي. لا ما لها علاقة بالقلق، مو قلق، لا هديك تعودنا عليها، بس هلأ صار الوضع ما يتحمل، وبصراحة نحن خفنا عليه كتير، مو مشان شي بس مشان لأنه رئيس الأمم المتحدة يعني مشاعره من مشاعر كل هالأمم المتحدة، ولما رئيس الهيئة بيشعر بالهلع فمعناها الأمم كلها عم تشعر بالهلع. عم تفهم علي دكتور؟ يعني البشرية صارت بخطر، ثق ببان كيمون، طالما هو اللي عم يمثلك وعم يحكي وعم يعبر فلازم تثق فيه، وبالتالي تثق بمشاعره، أصلا مشاعره من مشاعرك، ما في شي بيحس فيه إلا إذا كنت أنت شخصيا عم تحس فيه. ملك الإحساس بصراحة هو، مو لأنه جوزي، لا أصلا كنت متجوزي قبله ما بعرف كم واحد وما لفت نظري سواه. هو غير، مختلف، حساس، سانسيتيف يا دكتور، صوت رصاصة على التلفزيون بيخليه ما ينام شهر. بقى كيف لو سمعوا شخصي؟ بيموت بأرضه أكيد. قلبه ضعيف يا دكتور، ما بتحمل قصصنا القوية. يعني بدك الصراحة نحن تخناها. يعني معقولة هدول داعش دكتور؟ والله خوفوا، رعبوا، صار يشعر بالهلع. قلت له حبيبي خلينا على القلق، اسمنا تعودنا عليه، صار معشش ببيتنا، بس ما رضي. أصر إنه يشعر بالهلع. وبدك الصراحة معه حق. يا شهاد، معقولة يعني هدول داعش؟ هي شغلة قطر روس كتير عم تشعروا بالهلع. يمكن لو يقدروا يقتلوا العالم بطريقة أكابرية أكتر بيرتاح شوي، بس بهالشكل الهمجي اللي فوق احتمال القزحية البشرية العادية مو ممكن يرتاح ولا لحظة. بالعكس أول ما سمع بهيك أخبار نط من أربعته وبلش يتابع على النت. قلنا إيه منيح، بلكي الزلمة بيطلع من كآبته وبتخطر له شي فكرة لهالمجتمع اللي الله يعينه. لكن هيهات، كله غرقان بالاكتئاب يا دكتور. وبمن فيهم يا دكتور؟ هالدكتور بانكيمون، جوزي وتاج رأسي. شي بيقرر يعمل جيش حر يحرر، وشي بيقرر يعمل فرقة موسيقية أو فرقة إنشاد ديني تساعد الناس بهالمضيق، وشي بيقرر يفركة ويعوي من برا طالما كان محروم من هالشي جوا. وبصراحة كمان تعوايتك بالغرب حلوة يا دكتور، فيها نفس ثقافي، نيال النخبة اللي بتعالجوا عندك. بس والله بانكيمون عم بيشعر بالهلع. من إمتى؟ من وقت ما صارت داعش طرف. بصراحة هو من زمان يأساني صالح بين الأمم، هو من زمان ليكشف فقط، مو شغلته يدلي بدلبه ويشرح المفردات. المشكلة الناس صار عندها كاشف قبل الموبايل بتكة، حلوين البطاط، لا تفكر تاكلون، ارتقي يا نفر، إننا لمرتقون، على الأرجح لعند ربنا الأعلى. بقى شو بتطلب منا نعمل دكتور؟ الكرة الأرضية بحد ذاتها عم تفتل براسنا. أتذكرين؟ أتذكرين يومنا في غابات طريق حلب دمشق؟ أتذكرين القلق؟ أتذكرين؟ انسي، الهلع عم يدق الأبواب. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.